الساده المتميزين في الوطن العربي ودوليا، يركب حاليا تحت علم الFEI او الاتحاد الفروسية الدولي. الفرسان الذين شاركوا في بانارا أو بطولة العرب في الدوحة الذي أقيمت في ديسمبر 2011، بدون أخطاء في القفز إلى العشر الأخير، وبدون أخطاء في القفز وفي الزمن المحلي هو الفارس الحادي عشر في جولة التمايز علي الأطرافي وكباري. جولة جميلة لعلي الأطرافي. التعليم من المملكة العربية السعودية الفارس عبد العزيز حمزاني و ويكي لو اس الفارس رقم 41 في القائمة.